السلام عليكم، مرحبا بكم في الوصفة ملكة. مرحبا بالناس الجداد معنا، مرحبا بهم وألف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. عواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد. اليوم غنصوب لكم العصير بالبنان وبالتمر، جاء أكثر من رائع في المذاق وفي المنظر أم العيش، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الا كيهمكم الامر خليكم حتى الاخر، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه. قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجيد من مطبخي. الا بغيتوا تدخلوا معنا في الجروب ديال فيسبوك ولا ديال انستغرام سميتهم وصفات ملكة، غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. دابا خليكم معايا باش نصوبوا العصير. المقادير ديال هذا العصير: واحد خيزوية ديجا قطعتها ونقيتها، واحد البرتقالة حتى هي نقيتها، واحد بنانة، شوية ديال التمر ديجا حيدت لها العظم، جوج دانونات بالمذاق ديال الكوك والمذاق ديال النعناع، واحد لترو ديال الماء. درت هاد الديسير كله في واحد الكاس ديال المونيكس، ونص عصير ديال الحامضة نسيت ما قلتهاش ليكم في المقادير. كناخذ العصير ديال نص حامضه كنعصروا على هاد الفواكه. غنزيد الماء عادي، كنزيد دانون بالمذاق ديال النعناع والكوك، كيعطي لهاد العصير واحد المذاق رائع جدا، المذاق منعش ولذيذ بزاف. كنطحن كل شيء جيدا حتى كيولي على شكل عصير منعش، وصافي كنخويه في الغراف كما كيبان لكم. الا ما لقيتوش دانون بالمذاق ديال النعناع تقدروا تعوضوه باي دانون عندكم في الدار، ما كاين حتى مشكل. وكندخل العصير ديالي للثلاجه حتى كتوصل لوقت الفطور، وتنخرجوه وتنقدموه بالصحه والراحه. العصير ديالي بالتمر جاء اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، ومنعش ولذيذ بزاف وصحي. راكم كتشوفوا بدون السكر ديالي. لعجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش تستناوني غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.